5 9 من اسبوزيتو بعطيه بامب لها فيريبل ديسبيسمنت في دي. متذكرين في دي ايش كانت؟ في دي بس هاي ثيوريتيكال. اوكي في دي هذا ثيوريتيكال. تعريفه هو كميه الفلويد الفوليوم اوف فلويد ويتش بي ديسبيس ان وان ريفولوشن. تمام. فهذا وحدته راح تكون كيوبيك مترز بير ريفولوشن. في دي كيوبيك مترز بير ريفولوشن وتساوي بالحاله هاي 100. الحاله هاي وحده تبعتها عفوا هون سنتيمتر مكعب اعطيني اياها 1000 سنتيمتر مكعب بير ريفولوشن. فمعطيني هاي بامب عفوا 100 سنتيمتر مكعب. فعندي هاي البامب اذا لفت لفه كامله ثيوريتيكلي. فخلينا نحط هون كلمه ثيوريتيكال عشان انت تتذكر نفسك. هاي ثيوريتيكال او بالحسابات مبنيه على الحسابات. فاذا لفت هاي البامب راح تعمل ديسبيسمنت ل 100 سنتيمتر مكعب. بتحط نحولها مباشره. طيب سنتي هلا في الاغلاط اللي انتم بتغلطوها بالامتحان بحط انا بير ريفولوشن. انت بتشوف الريفولوشن مش جاي في المقام شو بتفكر؟ انها فوق. في ناس غلطوا هيك الغلطه هاي. فاهمين علي شو قصدي؟ يعني لما باجي بقول جالنز بير مينت المينت وين موجوده؟ تحت. في ناس بدها تطلع عليها شافها فوق فراح حط من التحت. فبدل ما يسمع 60 ضرب ب 60. اوكي ماشي واضحه هاي النقطه. هلا اذا انت خايف تلخبط حالك حط جالنز على مينت بصير تعمل هيك بس ما تكمل وتغلط وتروح لهذا. اوكي اذا هون عندي سنتيمتر كيوبيك سنتيمتر سكوير. اذا الريفولوشن وين موجوده؟ موجوده تحت. وهلا انا بدي احولها اول شيء لمتر سكوير ريفولوشن. فكل اللي بدي احوله بدي اتخلص من السنتيمتر. السنتيمتر وين موجود؟ فوق. فبدنا نحط هون 100 سنتيمتر بتساوي 1 متر. وايش لازم اعمل؟ بكعب مضبوط هيك. فانا السنتيمتر كيوبيك هون، كيوبيك سنتيمتر هون، راح يصير في عندي كيوبيك سنتيمتر هون، راح يضل يصير عندي كيوبيك متر هون، هاي شو راح تصير؟ مليون. وراح اخذ 100 على مليون فتساوي 100 تايمز 10 تو ذا ماينس 6 كيوبيك متر بير ريفولوشن وتساوي 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 4 كيوبيك متر بير ريفولوشن. هذه في دي. بعدين الديليفرز هلا هون اعطاني لما يقول ديليفرز عم بحكي ثيوريتيكال ولا براكتيكال؟ الديليفرز. اذا عندي هون الكيو اكشوال بيساوي 0.0015 كيوبيك مترز بير سكند ات 1000 ار بي ام اند 17 بارز. ليش بدهم يحكي الفلو على البريشر؟ على بريشر معين؟ لان الفلو هذا الاكتشوال فلو بيعتمد على في تاثير للبريشر عليه. فاهمين؟ متذكرين؟ اذا عندي بريشر معين راح ياثر على الفلو الفعلي. اذا صار عندي هلا هون كيو اكتشوال البرايم اوفر تور اذا تي برايم موفر بيساوي 120 نيوتن متر. ايش اسم الدوت هاي؟ اسمها هاف دوت. هاف دوت ليش هاف دوت بنسميها؟ لانها جاي بنص مش تحت. اوكي ماشي فاهمين؟ مرات الطلاب لما بكون بكتب التقرير او الرساله بحطها هون. هذه دوت عاديه. هاي اسمها هاف دوت. اوكي هي بتمثل علامه الضرب. موجود في اختلاف بين الهاف دوت والدوت العاديه. طيب هلا هون السؤال المطلوب خلينا شو رايكم نحسب اول شيء البوليمتريك افشنسي. نقدر نحسب البوليمتريك افشنسي بسهوله. عندي انا الاكتوال فلو ايش بدي اطلع الان؟ الثيوريتيكال فلو. انا عندي هاي بير ريفولوشن شو بدي اعمل بايش بدي اضربها؟ بدي اضربها في ريفولوشنز بير سكند مضبوط؟ فبدي اضرب هاي فبصير عندي هلا كيو اكتوال. هلا بصير عندي هون كيو ثيوريتيكال شو ساوي؟ كيو ثيوريتيكال بدها تساوي في دي مضروبه في ان ار بي اس وتساوي في دي في ان ار بي ام على 60. اوكي مضبوط هيك. فهذه لانه وحدتها راح تكون كيوبيك متر بير سكند عفوا كيوبيك متر بير ريفولوشن وهاي راح تكون وحدتها ريفولوشنز بير سكند.
بعد ما اسمها 60 مظبوط، هي كانت ريفولوشنز بير مينت، قسمتها على 60 صارت ريفولوشنز بير سكند، رح تشطب ريفولوشن مع ريفولوشن رح تشوف بتصير كيوبيك متر بير سكند. اذا هذه تساوي قديش بي دي عندي؟ بي دي 1 تاع شكو سالب 6 مش 100 شيء 1 تايمز 2 ماينس 4 مش هيك قصدك؟ واحد متر على 100 سنتيمتر بالقاع. اوكي هاي دكتور هي 100 تايمز 10 6 صارت 1 تايمز 10 4 فهذه 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 4 اللي هي كيوبيك متر بير ريفولوشن، وهاي راح تكون 1000 على 60 ريفولوشن بير سكند. فبيطلع معي هذا الجواب المفروض يطلع معنا المفروض يطلع 1.6 times 10 to the minus 1 2 3 10 to the minus 3 مش هيك؟ اللي هي 0.0016 وهذه 6 فصارت عندي اذا ايتا فوليومتريك شو بتساوي؟ بتساوي 0.0015 على 0.0016 بار اللي هي بتطلع اظن بتطلع بالضبط 90% مضبوط؟ شوف حد يتاكد من الرقم لانه هاي 6 دوريه. اذا هيك اللي صار الفوليومتريك افشنسي مضبوط 0.9. طيب هلا الجزء الثاني بدنا نحسب الميكانيكال افشنسي. هلا الميكانيكال افشنسي ممكن يعني ممكن احسب هلا بطريقتين، بس انا راح احسب ايتا وايتا واضربهم في بعض. انا ممكن كان اروح احسب ايتا النهائيه كامله، مش انا عندي الاوتبوت، شو الاوتبوت باور تبعت السيستم؟ الاوتبوت باور مش الانبوت باور. الهيدروليك اوتبوت باور شو بيساوي دائما؟ البريشر في فلو، البريشر ديسشارج بريشر بي الاكشوال فلو ريت. اوكي والانبوت باور ايش بتساوي ميكانيكال بالحاله هاي؟ بتكون التور في اوميجا مش هيك؟ فالسيستم بشكل عام احنا دائما بنقول انه بيساوي هاي الانبوت ميكانيكال باور بي انبوت ميكانيكال وهون بي اوتبوت هيدروليك، وهذا راح يكون الـ P discharge pressure في الـ Q actual، وهذا بيساوي التورك input. اوكي ماشي؟ هلا بين هدول التنتين في تو efficiencies في داخل هون. في efficiency سببها الـ flow volumetric flow rate، وفي efficiency سببها الـ mechanical. الـ mechanical سببها انه في عندي friction، يمكن يكون عندنا turbulence، اشياء ثانيه زي هيك من الـ fluid. هلا هدول احنا راح نحسبهم ايتا volumetric وايتا mechanical. فحتى احسب ايتا mechanical راح تكون P output هذه هون based on theoretical flow rate على PM. فاهمين هاي النقطة ايش؟ هذه هون over، هاي هون بس mechanical. الكل فاهم هاي الاختلاف هون؟ أنا هون حسبت مش الـ actual flow rate، لو أخذت الـ actual flow rate شو بتكون ايتا هاي؟ توتال. إذا ايتا اوفر اول بتساوي بي اوت او باور اوت بيست اون اكشوال فلو ريت على بي ان ميكانيكال. الكل فاهم الفرق؟ شو ايش كيو اكشوال؟ وين كيو اكشوال؟ هيا. وين كيو ثيوريتيكال؟ هيا. اوكي ففي عندي التنتين، اذا اخذت واحده، اذا اخذت الاكتشوال بيطلع هذا الاوفر اول، اذا اخذت الثيوريتيكال بيطلع الميكانيكال. اوكي احنا بدنا هلا انا ممكن اروح مباشره على الخطوه هاي، مش بقدر اروح على الخطوه هاي مباشره، انا عندي هي الاكتشوال جاهز للفلوري فاضرب البي ديسشارج. وين البي ديسشارج؟ هي الفلويد عماله بيطلع من البمب البريشر تبعته 70 بار، بدنا نحول صحيح 70 بار هلا بنحوله، حول هون 70 بار وعندي الان واضح حلو، انا عارف السبيد قديش السبيد الروتيشنال سبيد، بس ايش لازم احولها؟ هذه وحدتها ار بي ام، بدنا نحولها راديان بير سكند، بدي اضربها بالتورك واليونتس جاهزه، هي نيوتن متر، بدي احول هاي اقسمها كيف بحولها لراديانز بير سكند، بعد اقسمها على 60 واضربها في 2 بار مش هيك؟ مظبوط؟ لكن السؤال طالب مني بقول لي احسب الميكانيكال، فبدنا نحسب الميكانيكال اذا بدي استعمل هاي الثيوريتيكال فلو ريت. الثيوريتيكال فلو ريت بتساوي بالحاله هاي 0.01 0.016 فبصير عندي P out
هو 0.016 هاي كيوبيك متر بير سكند. هلا بدي بي ديسشارج بدي احوله لباسكال من بار، وبعدين هون راح نحط على البي ان ميكانيكال اللي هو تي ان مضروب في 1000 على 60 2 بوينت. طبعا هاي مش شوشرن بالمره بالفورمولا هاي هي الطريقه اللي حليت فيها. ليش؟ رحت عوضت هون حطيت الفاريبل هون هون حطيت قيمه فعليه، هذا سيء جدا مش هيك؟ مضبوط. المفروض اني بمشي بطريقه صحيحه، يا بحط البارامترز وبعدين بحط القيم تبعتهم، فاهمين؟ اذا هون في ديسشارج بدي اضربها بالكيو ثيوريتيكال، وهون بدي احط تي ان، وهون بدي احط اوميجا، وهذا حتساوي ايتا ميكانيكال. هلا الكيو ثيوريتيكال معروف عندي هاي 0.0016 هاي جاهزه كوبيك متر بير سكند. تي ان 120 نيوتن متر، سبيد 1000 راح اقسمها على 60 واضربها في 2 باي. ايش ناقص عندي؟ البار. هلا هو السؤال معطيني قديش البريشر؟ 70 تايمز 10 تو ذا 5. فهذه هون تساوي 70 تايمز 10 تو ذا 5 بير سكوير متر او باسكال، اللي هي بتصير 7 ميجا باسكال. هاي بتصير 7 في 10 تو ذا 6 و7 في 10 تو ذا 6 اللي هي 7 ميجا باسكال، مضبوط؟ اذا هون محل هاي راح احط 7 تايمز 10 تو ذا 6، فالمفروض تطلع معي هاي 8 هون. حد يحسبها يتاكد ان الرقم اللي عندي اللي طالع هون هو 93%. ثلاثة وتسعين. أوكي. خلاص هلا هيك جاهزين. شو بتطلع هلا إيتا أوفر هول؟ بتصير إيتا ميكانيكال في إيتا فوليومتريك، فبتصير 0.93 مضروب في بوينت في بوينت 1. أظن تطلع هذه 0.835 أو 83.5%. هذه هي إيتا أوفر هول. اطفي يا صديقي. ماشي اوكي.